على بعد أمتار من هنا يمتلك السكان الغاز الطبيعي، لكن هذا المواطن كغيرهم من الجيران القاطنين بالحي الجديد بن عمار ببلدية حمادي يضطر إلى الاستعانة بقارورة غاز البوتان بسبب عدم استكمال عملية الربط. احنا الغاز ورا اولياء الى دسهم تحبس ليها، راسنا كاع السلطات تاع البلاد هذه، راسنا سيدي الوالي، راسنا اسمو لو بريزيدون دي بي سي باش بور انترفونير باش يحلوا لنا المشكل هذا اللي هو مشكل عريض بالنسبه لينا حنايا. الطريق مكسران، الماء، الغاز ما عندناش، عندنا بزاف اختي انا نعانيو بزاف. هذا المشكل دفع سكان الحي إلى دفع أموال من جيوبهم واستدعاء مؤسسة سون الغاز للقيام بدراسة لتقييم تكلفة عملية الربط. جبنا سون الغاز، درتنا دراسة، خلصناها بالأموال تاعنا حنايا، درتنا دوبي اللي هو هاوليك، هاو دوبي اللي درتنا سون الغاز. ومن بعد حنا اون بو با سادير اون بو با سي ماتا بلاس دو ليتا، كاسكون افي؟ راسينا السيد الوالي ونشكره هو مشكور على جدا، راسينا عطاني سيبونسيون، راسينا عطانا درام، هاي لا ديسيزيون. بعد مراسلات عديدة للولاية وافق الوالي على منحهم المال الخاص لإتمام مشروع الربط، لكن اصطدموا بإجراءات السلطات المحلية. دراهم ما جاوش هنا، احنا جاو البلدية، الخزينة تاع البلدية، هو نورمالمون دخلوا ليه دراهم يأمر المؤسسة عن طريق سوني الغاز باش تبدا الأشغال. هايليكس سيت اون ديسيزيون دو 2014، رانا في 2015 الى يومنا ما كاين والو، رحنا ليه الى جولي، الى جولي علاش؟ كي قلنا له علاش؟ بوركو بزافي؟ قال لك يا ودي لو كان برونشيكم لكم ينوضوا ناس واحد اخرين يديروا لي مشكل، احنا خدمنا خدمنا تاعك. حي الجديد بن عمار يغرق في عدة مشاكل، فالقاطنون هنا لم يستفيدوا لحد الساعة من أي تهيئة، لا طرقات ولا غاز.